الفيديو دوت هيشرح ازاي تعمل محاضرة اونلاين في اقل وقت ممكن. احنا محتاجين برنامجين، في برنامج اساسي وبرنامج اختياري. البرنامج الاساسي اللي انا بكلمك منه دلوقتي ده اسمه OPS. OPS ده برنامج فري، والبرنامج التاني اللي هو اسمه Avid MUX Portable، برضو البرنامج ده فري. حط لك اللينكات طبعا في الديسكريبشن. اول واحد اللي هو OPS Project، تيجي من هنا تروح مختار ويندوز وتعمل داونلود عادي جدا. التاني اللي هو Avid MUX Portable، بتخش من Portable Apps وتدور على Avid MUX وحط لك اللينك المباشر، تروح دايس داونلود من هنا. انا عايز القط الديسكتوب بتاعي تمام كده، وعايز القط الويب كام مع المايك. علشان شغلهم مع بعض هتروح دايس من هنا بلس اللي هو الزرار الموجود هنا، وتروح مختار فيديو كابتشر ديفايس، تروح دايس اوكي او ما يجيلك الاختيار. طبعا لازم تكون حاطط الويب كام ومشغلها يعني. وبعد كده تبتدي بانك تدوس ستارت ريكوردينج من هنا. انا اوريدي دايس ستارت ريكوردينج، لما بخلص بروح دايس ستوب ريكوردينج. ده فيديو جاهز ان انت تفتح اي حاجه وانت شغال. وانا بتكلم معاك زي ما انا فاتح كده، تفتح السلايس بتاعتك وتتكلم عليها وتشرح وبين الماوس بتاعك، تعمل كل اللي انت نفسك فيه بابسط اوبشن زي ما اتفقنا وفي اقل وقت. طيب افرض انا خلصت وغلطت في شويه حاجات، او عايز اشيل جزء، عايز ازود جزء، اعمل ايه؟ روح بقى مستخدم البرنامج التاني قلت لك عليه اللي هو الافيد ام يو اكس. باجي افتح من هنا، اختار اي فيديو انا عايزه زي مثلا الفيديو دوت، وابتدي ان انا اشغل واقول سين انا عايز اقطع اي جزء، الجزء ده مثلا لا ده عاجبني ده مش عاجبني، فاروح اقطع من اول هنا لحد مثلا هنا. اذا الاي و بي بيقول لي انا عايز اقطع من فين لحد فين، اروح دايس ديليت على الكيبورد بتاعي، يبقى كده قطع الجزء انا عايز اقطعه. في ناس بتتضايق ان الفيديو اللي بينزل ده بيبقى حجمه كبير جدا على ان هو يحمله اونلاين. طب عايز اصغر الحجم اعمل ايه؟ باجي هنا من فيديو اوتبوت واروح مختار الاوبشن اللي اسمه MPEG4AVC X264، واروح مختار فلترز واختار من القايمه اللي في موجوده هنا في النص، اختار SWS Resize، وابتدي اشوف الفيديو بتاعي اذا خد الريزولوشن بتاعه كام. غير الهايت بتاعك، هو الانسب انك تعمله 360 480، مش لازم يكون اتش دي يعني عشان تقلل الحجم بتاعك. هو هيغير اوتوماتيك الريشيو بتاعه الجزء التاني، تروح دايس اوكي وتروح دايس فايل وسيف. يبقى انت كده خلصت الشغل بتاعنا. في فيديوهات تانية بتتكلم عن ازاي ترفع المحاضرات دي تحطها على جوجل كلاس روم مثلا، في فيديوهات تانية بتتكلم عن الدراسه بره والتعليم عموما، وفي فيديوهات تانية مختلفه من عالم عمر ومجالات المختلفه اللي هي اكيد فيها حاجات مشتركه بيني وبينكم. متنساش تعمل سبسكرايب للقناة، لايك شير للفيديو. نشوفكوا على خير.